نواصل ومستمرين في عرض المواهب والنماذج المشرفة من داخل قطاع ناشئين برنامج لمسة ولعبة. يسعدني أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الحسن محمد عمران. أهلا وسهلا بك حسن الشهيري بزلابية، شرفتني ونورتني النهاردة برنامج لمسة ولعبة. ومعاز أحمد الشهير بأبو الفتوح، أهلا وسهلا بك يا معاز. ومحمد مجدي الشهير بجده، أهلا وسهلا بك يا محمد. وعبد الرحمن سعيد، أهلا وسهلا بك يا عبد الرحمن. وحسن أشرف الشهير بالبلدوزر، أهلا وسهلا بك يا حسن، شرفتوني ونورتوني النهاردة ببرنامج لمسة ولعبة. يا رب تكون حلقة مميزة ومفيدة ليكم ولكل جمهور والناس اللي بتتفرج علينا إن شاء الله. البداية هتكون معاك يا حسن، عن ايه رايك في قطاعات الناشئين؟ او اولا عرفنا بنفسك الاول عشان تعرفنا بنفسك وتعرف الجمهور بيك. انا اسمي حسن محمد صلاح، مواليد 2004، بنلعب في نادي اتحاد عرب غنيم. بدانا الموسم دوت طبعا في فتره اعداد مع قبل ما نوصل لنادي اتحاد عرب غنيم. كنا مع كابتن احمد مصلح وكابتن احمد بهجت، جهزونا بدنيا كتير وقفنا على رجلينا. وبعد كده رحنا نادي اتحاد عرب غنيم وقفنا طبعا اتمرنا ولعبنا. بص هنتكلم في النقطه دي بعدين، لكن السؤال الاول هنبقى هتعرف نفسك وهتعرف الجمهور بيك. وانت يا معاذ عرفنا برضو بنفسك وعرف الجمهور. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي معاذ احمد فؤاد عثمان، مواليد 2004. انضميت لنادي اتحاد عرب غنيم من جهه كابتن كمال فتحي، هو اللي كلمني وقف معايا كتير كابتن سعيد. تمام. وانت يا محمد برضو عرفني بنفسك وعرف الجمهور بيك. انا اللاعب محمد مجدي مصطفى، مواليد 2004، بلعب في نادي اتحاد عرب غنيم. تمام. طيب وانت برضو عبد الرحمن؟ عبد الرحمن سعد عبد الناصر، بلعب برضو. مواليد كام؟ مواليد 2004. تمام. طيب وانت برضو يا حسن؟ انا حسن اشرف احمد. قرب بس المايك منك. حسن اشرف احمد من محافظه السويس، منطقه المثلث، بلعب في نادي عرب غنيم. طب حسن، كنت عايزك برضو تكلم عن بدايتك قبل كده، كانت فين سلسله بقى انتقالك من نادي لنادي؟ انا بدات في اكاديميه زيزو. طبعا كابتن زيزو ليه فضل كبير بعد ربنا عليا، وقف جنبي كتير. وبقى ست سنين ضربت، ست سنين في الاكاديميه، وضربت تحت مدربين كتير طبعا، كابتن احمد ايوب، كابتن وجيه، محمود محمدين، كلهم مدربين يعني بتمنى لهم التوفيق في حياتهم القادمه ان شاء الله. وبعد كده رحت نادي طيب النوبه. فاصل وهنرجع لكم تاني، انتظرونا بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. كمل يا حسن. ورحت نادي النوبه بالسويس درجه ثالثه، قعدت في 4 سنين. وبعد كده يعني طريقه. انت بدات كوره وانت عندك كام سنه؟ انت بتقول 4 سنين في نادي النوبه، انت بدات كوره وانت عندك كام سنه؟ انا وانا عندي 7 سنين او 8 سنين. انت عندك 7 سنين. كمل. بدات في، رحت النوبه بعدها قعدت 4 سنين. بعد كده انضميت لناشئين لمسه ولعبه صدفه يعني. كان واحد صاحبي اسمه كريم كان رايح، وكابتن مندو طبعا قال له محتاج لعيبه 2004 فجابني ليه. كابتن مندو طبعا قال لي عايز الورقه وكده، ومن خلالها انضميت للناشئين لمسه ولعبه. طيب وانت حسن بدايتك بقى في كره القدم كانت ازاي؟ طبعا دي اول سنه ليا العب دوري. كنت بتمرن في اكاديميه مع اكاديميه اللعيب مع كابتن احمد مصلحي وكابتن احمد بهجت. هم اكتر ناس وقفوا معايا في الفتره اللي فاتت دي طبعا، بعد والدي ووالدتي طبعا. بس والحمد لله يعني في كباتن كتير وقفت معايا، كابتن جمال رواش، كابتن احمد عباسط، كابتن محمد عبده. بس والحمد لله. الحمد لله. طيب وانت يا معاذ برضه بدايتك كانت في كره القدم؟ انا كابتن بدات في الكوره من 7 سنين بالظبط. كنت مع في اكاديميه كابتن احمد داود. بعدين كان عامل فرقه البرداشين دوري الجيزه درجه الف. لعبت معاه سنتين دوري. بعدين قعدت سنه ما لعبتش. بعدين بقى نزلت مع كابتن احمد بهجت واحمد مصبحي وكابتن جمال رواش، نزلت معاه ووقفوني على رجلي كويس، واتاهلت لحد ما نزلت في نادي اتحاد عرب غنيم وربنا كرمني فيه. طيب وانت يا محمد برضه بدايتك كانت ازاي؟ انا بدايتي بالظبط من وانا عندي 7 سنين. لعبت في اكاديميه مع كابتن اسلام. وبعدين فضلت العب فيها سنتين.
لعبت سنتين وفي الاهلي قعدت حوالي شهور كده، وبعد كده رحت البدرشين لعبت فيها حوالي سنتين ونص، فلعب بقى مع كابتن احمد داوود وكابتن يحيى شعيشه وكابتن احمد نادي وكابتن محمد عصام حب. فضلت بقى قعدت سنه بعديها، ف جيت بقى كابتن كمال قال لي ايه اوديك نادي اتحاد عرب جنوب. رحت ربنا ما كانش موفقني في التمرين ده. بعد كده بقى لقيت كابتن سعيد عبد المغني، عملنا معاه ماتش اللي هو كان مع حديده برده كده، عملنا معاه ماتش فرحت، كان ربنا موفقني. فكابتن ماندو اكتشفني كده فراح منزلني، لبسنا قميص من اللي هو بتاع التمرين بتاع الفرقه بتاعته، ورحت نازل مع الفرقه. خلصت ماتش قال لي هات ورقك، وجبت ورقي لحد لما كان مع نادي الاتحاد العربي. ربنا يوفقك يا حبيبي. طب وانت عبد الرحمن برضه بدايتك كانت ازاي؟ وازاي انضميت عندنا في القطاع؟ بفضل كابتن سعيد برضك. انا اصلا من صغري وانا كان عندي 10 سنين كنت بتمرن مع كابتن سعيد عبد المغني، كان عامل اكاديميه عندنا في البلد، فهو اللي جهزني من البدايه، والحمد لله دلوقتي بقى بلعب في عرب غنم، وهو بطلق هو اللي موديني. طيب حسن البلدوزر، ايه بقى سبب لقب البلدوزر ده؟ والله يعني انا عشان بحب مصطفى محمد طبعا، هو لاعب كبير طبعا ده، فهو يعني واخده مثل الاعلى. فهو والدي شاف فيا كده يعني، قال لي انت ستايلك مصطفى محمد، وبرده ناس من صحابه قالت لي لعبك زيه، فانا متابعه من بدري من لما كان في طنطا، وبعدها هو نشئ زمالك، بعد كده راح طنطا، وبعد كده رجع تاني نادي الزمالك. يعني فرد كويس يعني، ربنا ربنا يوفقك يا حسن، وتحقق مش طموحات مصطفى محمد بس، لا تعدي، عندك امكانيات كويسه وعندك بنيان كويس بسم الله ما شاء الله، ومركزك النهارده مصر كلها بتدور على فيروي. طيب وانت يا حسن زلابيا، ايه بقى سبب تسميتك باسم حسن زلابيا؟ والله مش عارف يا كابتن، هو لوحديها كده فاجئت بيش اكتر من كذا واحد من اصحابي بيقول لي زلابيا، بس طلعت كلمه زلابيا، طلعت بقى كلمه زلابيا بقت زلابيا. طب وانت بقى معاذ ابو الفتوح، وكل واحد بيجي بقى بلقب وباسم، ايه بقى قصه الاسماء دي معاك؟ اسم ابو الفتوح ده جت من ماتش شباب القلعه. الماتش ده ربنا كرمني فيه ودعوة والدتي طبعا. طبعا. كنت حاطط هدف وعامل اسيستين. فكابتن سعيد بقى ينادي لي في يعني اللي لقبك بابو الفتوح الكابتن سعيد. كابتن سعيد والنادي كله قالوا لي الاسماء. طب وانت يا محمد بقى جده، ايه بقى قصه جده دي؟ انا بص كان في نهائي في المدرسه في سنه سته. انا لقيت الناس بتقول لي يا جده، هي لقيتها كده فطلعت عليا جده بقى. من المدرسه يعني، انت من وانت في المدرسه طلع عليك كلمه جده دي. طيب عبد الرحمن، كنت عايز اتكلم معاك عن الصعوبات بقى اللي واجهتك، وخصوصا يعني انا عارف ان انت بتيجي من مكان بعيد عشان التمرين والكلام ده كله، فكلمني بقى عن الصعوبات اللي واجهتك. مفيش يعني، والحمد لله. الحمد لله، ربنا يكرمك، احلى كلمه قلتها الحمد لله. طيب وانت يا حسن برضه الصعوبات بقى اللي بتواجهك؟ انا واجهت صعوبات في نادي النوبه. يعني انا يعني لعيب كان بيجي فتره اعداد كلها ويحضر التمارين، وكان في لعيب ما بيجيش تمرين ولا اي حاجه، وبتحط له الطقم وبينزل في السكور وينزل الماتش. بس في السنه ايه يعني، مثلا كل فتره لما بلاقي انا مظلوم فيها بنزل اتعب واجتهد عشان ربنا بيعوض تعب كل واحد، بيعوض خير طبعا. بس طيب وانت يا حسن برضو الصعوبات بقى اللي واجهتك؟ هي كانت اكبر صعوبه بالنسبه لي، هي مش صعوبه، هي ممكن يكون كان والدي يعني كان عايزني اهتم بالدراسه اكتر من ان انا اهتم بلعب الكوره. احنا هنيجي لموضوع الدراسه ده، لان موضوع الدراسه ده بص اولياء الامور كلها بتشتكي من موضوع الدراسه ومش ملتزم في المدرسه والدراسه ومش بيذاكر. كنت واخد الكوره يعني كنت مديلها حجم زياده عن مذاكرتي ودراستي، وده كان مضايق والدي ده بس، وحاولت يعني اساوي بين الاثنين، والحمد لله يعني دلوقتي بقدر اروح التمرين وبقدر اذاكر برضو، ربنا يكرمك كل يا كابتن ان شاء الله. طب وانت بقى معاذ الصعوبات بقى اللي واجهتك؟ صعوبات كتير يا كابتن والله، في نادي البدرشين كان في ماتش مع كابتن احمد داوود. الفتره دي ساعتها كنت اشتكى والدي بسبب ان انا بنام متاخر وكده. لا هو انت كده طبيعي بتنام متاخر وبتسهر وبتلعب خماسي وحاجات كتير قوي بتعملها، انا عارف ان الشكاوى بتيجي منك كتير. بس والدي بقى شد عليا الفتره دي،
ربنا يخليه لي طبعا. شد على الفتره عشان خايف عليا بس، وهو عكس بقى الدراسه، هو مديني حجم للكوره اكبر من الدراسه. بسم الله ما شاء الله، ربنا يوفقك يا معاذ يا رب وتحقق حلمك وحلمه. طيب وانت يا محمد، الصعوبات بقى اللي بتواجهك، او الصعوبات عموما اللي بتواجهك انت خصوصا كلاعب كره قدم؟ انا اكبر صعوبه قابلتها في حياتي هي ماتش باب الشعرية. باب الشعرية ده كنا خسرانين 1-0، بص لحد الدقيقه 93 او 92 حاجه زي كده. انا استضفت ناس كتير قوي من عندنا من الفرقه، يعني الفقره الثانيه دي كانت خاصه بتاع الناشئين عندنا. كله بيقول لي ان الماتش ده ماتش اصعب ماتش. ايه بقى حكايه الماتش؟ انا كنت موجود بس انا عارف ان الماتش صعب. 92 وانا بص قلبي كان هيقف وكنا خسرنا، لان كنا خسرنا كنا هنقف في البيو كده خلاص. طبعا حتى كابتن الناس برده اللي كانت على الدكه كانت قلبها برده على الناس اللي جوه. انا من ضمن الناس، كنت بادئ 5 ماتشات اساسيين، كابتن كان مريحني الماتش ده. كان لي وجهه نظر طبعا، بس ده ما يمنعش ان انا انتمائي للفرقه امنعه. طبعا كنا قاعدين انا وكذا عنصر على الدكه، كنا قلبنا على الفرقه، كنا مكان المدير الفني على الخط. طب وانت حسن، انت نزلت احتياط تقريبا الشوط الثاني صح؟ نزلت الشوط الثاني، فضلنا تقريبا يعني هم جابوا الجول وتقريبا ما لعبوش كره ثاني، اللي هو بقيه الماتش في نص ملعبهم. اتظلمنا، كان عندنا تقريبا اكتر من تلات اجوال ما اتحسبوش، الحكم حسبهم اوف سايد، بس الحمد لله ربنا كرمنا في اخر الدقيقه 93 تقريبا، الدقيقه 94 الحكم كان مدي 5 دقائق. مصطفى اشرف شاط الكوره جت في ايد لاعب، خدنا منها ضربه جزاء وقدر طبعا جده يسجل بيها. هنتكلم معاك بقى جده في موضوع ضربه الجزاء دي والاعصاب الهاديه اللي انت بتجيبها في الملعب. يعني انا كنت واقف جنب الكابتن منظر المدير الفني، فمش عارف مين قال لي شوتها، قالوا لا سيب جده اعصابه هاديه. الحاجات دي انا مميز فيها صراحه، الحاجات دي انا مميز في الحاجات دي. يعني هل ضربه الجزاء لما تيجي في وقت زي ده كده ما عملتش عليك اي ضغط او اي ستريس في الملعب؟ لان انا واثق من نفسي. ربنا يوفقك يا كابتن. انا بس يا كابتن كنت عايز اشكر كابتن مروان جمال مدير الاحمال الفنيه البدنيه، كابتن عبد الرحمن طارق موسى طبعا ما اقدرش انساهم، دول وقفوا معايا كتير جدا. طبعا طبعا. طيب حسن، كنت عايز اتكلم معاك عن رايك في مسابقات الناشئين السنه دي، بحيث يعني احنا شايفين الموسم السنه دي شهرين وحاجه، وفي كلام بقى ما بين الغى، بس ده كلام مني ان شاء الله باذن الله ما فيش الغى، في صعود، في تكمله للدوري، لان خلاص الاجواء استقرت والدنيا استقرت الحمد لله. لا والله احنا الدوري هنا دوري قوي جدا، انا اول مره في حياتي العب دوري قوي كده، ومعانا فرق كبيره فرق كبيره طبعا في المجموعه وكويسه، فالحمد لله ان احنا خدنا مركز ثاني. معلش هو انتوا مركز ثاني ورا مين؟ انتوا اول بيراميدز. ايوه بيراميدز. طب مين احسن فرقه قابلتوها كانت بتلعب كوره؟ بيراميدز. ما فيش غير بيراميدز كانت احسن فرقه انتوا قابلتوها كانت بتلعب كوره. طب وانتوا عبد الرحمن، احسن ماتش بقى انت حسيت ان انت موجود فيه؟ يعني عارف ان انت كنت موجود في ماتش كنت ضاغط على الباك هناك واتفرجنا عليك كلنا، وكانت الحمد لله كان ادائك كويس ومبشر بالخير. هو بتاع اللي هو ماتش بتاع باب الشعرية، هو ده الواحد اللي هو كان ضاغط علينا جامد قوي بصراحه، وتعبنا فيه كلتنا عشان نكسب ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقكم جميعا يا رحمن. طيب وانت يا حسن برضه رايك في مسابقات الناشئين السنه دي؟ هو المسابقه قويه جدا طبعا، بيراميدز فرقه كبيره، هي احنا تقريبا يعني عملنا ماتش كويس قدام بيراميدز، بس ربنا ما وفقناش وخسرنا 2-0، بس الحمد لله يعني فضلنا مصرين على ان احنا نلعب ونصعد. الحمد لله ربنا كرمنا مركز ثاني بعد اخر ماتش طبعا الدقيقه 75 تقريبا 0-0. الحمد لله يعني بعد الدقيقه 75 قدرنا نجيب 3 اجوان طبعا، والحمد لله احنا في الثاني، وزي ما حضرتك بتقول ان شاء الله ان احنا ممكن نسعى القطاعات باذن الله. بامر الله واحتمال كبير جدا كمان ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفق الجميع يا كابتن. طيب وانت يا معاذ برضه رايك في مسابقات الناشئين السنه؟ مسابقات ممتازه يا كابتن، والقرعه بتاعتنا انا شايف ان هي اقوى جدول بتاعنا، معانا كذا فرقه محترمه كويسه، مفيش حد عايز ينزل تحت في الجدول، كان في حوالي 4 فرق كانت بتحارب على مركز ثاني. طبعا كان فرق نقطة يعني كانت مش حاجة كتير، كانت 4 فرق كانت بتحارب، فرقة الوايلي والغابة وعين السيرة واحنا طبعا، بس وباب الشعرية ده كانت لحد الوقت الأخير كانت بتنافس معانا جدا كمان. باب الشعرية وربنا كرمنا بالتوفيق طبعا مع حضرتك إداري وكابتن سعيد وكابتن مندو كابتن عبد الله بالتوفيق،
ربنا كرمنا باذن الله ونصحى الحمد لله. طيب وانت يا محمد برضو رايك في المسابقه بتاعت السنه دي؟ هي مسابقه جامده قوي يعني. انا اول مره بص انا كنت بلعب دوري جيزه الاول، بس لما جيت الاتحاد اعرف جونين دخلت دوري جامد قوي. طب هو اغلبكم يعني انا شفته من الجيزه ومن السويس، هسالكم بقى عن يعني الدوري الاقوى، الدوري القاهره طبعا القاهره انبي بيراميدز. انتوا شايفين المجموعات الثانيه برضو على راس كل مجموعه في فرقه كبيره، في فرقه قويه طبعا. انبي مقاولين مصر التامين الاهلي يا كابتن، والاهلي برضو في نازل في فرقه كابتن كبيره. في الجيزه كان الزمالك، جولدي، هرم، هرم، نجوم. طبعا دي فرقه كبيره ومحدش طبعا، هم الاثنين فرقه كبيره بس دوري القاهره اشد واقوى طبعا. طبعا قول يا حسن كنت بتقول. كنت اقول طبعا الفرق بتاع الجيزه مش تقليل منها ولا حاجه، فرق لا طبعا، طبعا مش تقليل من اي فرقه في الدوري ولا حاجه، بس احنا بنتكلم برضو عن امكانيات فرقه وفرق دوري من دوري. معلش انا القاهره لما يبقى فيها اهلي، انبي، مقاولين، فرق كبيره جدا بتلعب طبعا. والفرقه كمان الثانيه اللي طالعه دي كنت شفت المنافسه كانت عامله ازاي، فرق نقطه صحيح. يعني احنا مركز تاني يعني الوايلي بفرق نقطتين، كله بيحارب عشان يطلع مركز تاني. بس يعني كلنا تعبنا الحمد لله، ربنا ادانا على قد تعبنا على قد مجهودنا، والحمد لله ربنا يوفق الجميع. طيب وانت عبد الرحمن رايك بقى في مسابقات الناشئين السنه دي؟ هي حلوه انا بصراحه، والناس بتعمل فيها مجهود عشان تاخدها. قرب بقى المايك من بقى عشان الصوت بتاعك يبقى كويس. الصوت كده اه كده كويس. مسابقة جديدة يعني وحلوة، وكل مجدد نصيب يعني، ومفروض نجتهد عشان نطلع مركز وناخد مركز حلو الحمد لله. طيب وانت حسن برضو عايز اعرف رأيك في المسابقات بتاعت الناشئين، وخصوصا هل دوري السويس بيختلف عن دوري القاهرة؟ وايه الاختلاف اللي انت شايف من وجهة نظرك؟ لا كل حاجة يعني جهاز فني، كل حاجة يعني، تدريبات عالية جدا هنا طبعا في القاهرة. في السويس يعني برضو مع احترامي لكل المدربين طبعا، كلهم مدربين لسه على الطريق ان شاء الله ربنا يكرمهم في حياتهم يعني، بس في فرق كبير من السويس للقاهرة. طيب حسن كنت عايز اعرف منك برضو، بص بغض النظر عن ماتش وادي الشعرية، اصعب موقف مر عليك وانت بتلعب كورة يعني، انت 16 سنة اكيد في مواقف صعبة مرت عليك، اصعب موقف بقى مر عليك انهي موقف؟ هو مش موقف واحد، هو في كذا موقف، بس اكتر موقف مر عليا اللي هو ماتش الويلي اللي هو خسرناه 2-0. احنا كنا عندنا امل كبير طبعا ان احنا نكسب الماتش ده، كنا عاملين ماتش كويس جدا. انا بصراحه لحد دلوقتي مش متخيل انت خسرت الماتش ده ازاي. لا محدش متخيل والله. انا بقول لك وانا لحد دلوقتي انا مش متخيل انت خسرت الماتش ده. كذا فرقه كذا عنصر في الفرقه لازم برضه ياخدوا فرصتهم. وطبعا ما نقدرش نتكلم في حوار التشكيله طبعا طبعا، ده الجهاز الفني وحر في التشكيل بتاعه. هو الكابتن ماندو كان له وجهه نظر وقدر يحط تشكيله، وربنا ما وفقناش، بس فيما بعد يعني تعبنا وزودنا على نفسنا. كباتن كتير وقفوا جنبنا في الفرقه، حضرتك وكابتن سعيد وكابتن كمال فتحي وكابتن عبد الله وكابتن ماندو وكابتن خالد، كلهم كباتن محترمه جدا، وربنا يوفق الجميع يا كابتن. طيب وانت يا معاذ اصعب موقف بقى بعيد عن ماتش باب الشعري، اصعب موقف مر عليك في الملعب سواء كان السنه دي في دوري القاهره او في دوري الجيزه او في اي ماتش قبل كده؟ اصعب موقف مر عليا ماتش الغابه. ساعتها بين الشوطين اما كابتن ماندو كابتن سعيد وحضرتك خدتونا، شفت في نظركم ان الماتش مهم فعلا طبعا، وانتوا كنتوا محتاجين الماتش واحنا محتاجين الماتش، نظرتكم لينا اللي هو موت على الماتش. وباذن الله نزلنا الماتش ربنا كرمنا وكسبنا 3-0. وكابتن سعيد بقى والفرحه وفرحه فوز، ده كان ماتش طبعا احنا عرضنا الفرحه والناس اتفرجت شافت قد ايه الفرحه حلوه طبعا، فرحه صوت. طيب رايك قبل ما نرجع لحسن عشان يغني، رايك بقى هو ماتش الويلي لحد الدقيقه 90 واحنا عاملين حاجه والحمد لله الحمد لله خسرنا 2-0 الحمد لله طبعا، بس انتوا قدرتوا تعوضوا ده. فانا عايز برضو رساله سريعه كده منك يا حسن، مهما وقعت هيجي لك وقت ولازم تقف تاني على رجلك، ما مش من اول مره او من اول حاجه تقف قدامك تستسلم لها، لازم تحارب ولازم تتعب عشان تلاقي، مش معقول ان انت من اول مره
يعني مش على طول هتبقى فايز مش على طول هتبقى خسران، لازم هيجي وقت. ثقافة المكسب والخسارة دي ثقافة مهمة جدا وكلنا بنعاني منها على فكرة. طبعا لازم تكون مدرك وفاهم ان كل وقت ان كل حاجة لها وقت معين وبتبدأ تتغير مع اجتهادك ومع تعبك. مفيش حد يوصل لمكان عالي لازم يكون تعب كتير عشان يوصل للمكان اللي هو فيه. طيب ورسالة منك يا معاذ. والله كابتن عايز بس اوجه رسالة بس اللي عندي والدتي، في حاجات كتير واجهتها والدتي. رسالة يعني. انا عايز رسالة شكر رسالة بشكر سلام. طبعا والدتي ووالدي ربنا يشفيها، طبعا والدتي ربنا يشفيها يا رب يا رب، واخويا الكبير طبعا واختي والشباب بتوع البطشين. عايز بس اوصل لهم رسالة، في كذا عنصر طبعا مش معانا بس عايز برضه هم شايفيني وسامعيني، عايز اوصل لهم رسالة ان هم احنا تعبنا كتير، بنصحى من الساعة 6 الصبح وبنساعد نفسينا، يعني احنا بنساعد نفسينا وبنساعد النادي رجاله. مش عايزين نيأس طبعا، وربنا يكرمنا طبعا في القطاعات والتوفيق للجميع. طيب رساله منك اخي العزيز. بشكر والدي ووالدتي واخويا، بشكرهم جامد قوي، وقفوا في ضهري كتير قوي. ربنا يوفقك يا حمد ويكرمك ونكمل للاخر. ربنا يكرمك وتحقق حلمك وحلمهم ان شاء الله. طيب وانت يا عبد الرحمن رساله برضه اخيره منك. رسالة شكر، حابب تشكر حد معين، حابب تشكر حد واقف جنب منك، والدك والدتك ومامتي يعني وكابتن سعيد طبعا اللي هم وقفوا معايا وفي ظهري كده دايما ان شاء الله. ربنا يوفقك. نعم. طيب حسن قول يا حبيبي. بس في شخص بس نسيته. اتفضل يا حبيبي. كابتن سعيد طبعا واقف جنبي كتير في النادي، حاجات اذا كانت شخصيه او ماديه كان بيتدخل في حياتي. شكرا ليكم. غني حسن بسرعة سريعا كده نختم بيه. هنختم نختم بيه الحلقة و يلا حسن غني. أنا مصمم مش ماشي قبل ما تتكلم، ما أقدرش أسيبك تتألم ساكت.